اصحى، انت في المخابرات العامة. أصدر رئيس الجمهورية قراراً السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بتعيين اللواء عباس كامل اللواء عباس كامل مستشاراً لرئيس الجمهورية منسقاً عاماً للأجهزة الأمنية ومبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية ومن الكلام عامل كده ليه يا عم سعيد؟ والله العظيم انا ما فاهم اي حاجه، لان البلح اللي عاملينه يقوله من الصبح. اليوم كان هناك تعليمات وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى رئيس المخابرات العامه اللي هو عباس كامل. اوامر يا فندم. تعالى عباس، احنا هنوفر لحضرتك لان احنا عارفين ذاكرتك يا عيني مسكينه ومخرومه. السيسي يطيح بصندوقه الاسود ورفيق عمره وذراعه الايمن وكاتم اسراره اللواء عباس كامل، لان ده مجرم وحرامي وبيغسل اموال منهوبه من الشعب المصري في امريكا بقاله شهرين قاعد في بيتهم. من امبارح والاول بتسالني ايه الحبايتين دول؟ ودخلتنا في سين وجيم ونون، واحنا ناس لا مؤاخذة ما بنحبش السين والجيم والنون. استاذ معانا بتكلم مثلا ايه اللي هو محمد امين في التليفون يا فندم، في حبايه مش عارف ايه كذا 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 كذا. انا ما بشتريهوش، انا ببيعه. وبعدين تاني الحبايه وصلت كده. بتقول لي ايه يا ابني، ايه الحبايه دي؟ ايه حبايه ايه؟ كده؟ امال ايه؟ بحسبك معلم كبير قوي قوي من اسكندريه. لا صغيرة، تقول لها حباية ايه؟ قلت لها بص بقى عشان توصلها بصراحة، يعني نظر للتوتر اللي احنا فيه والحالة، فاحنا كل واحد كل يوم بياخد حباية رمضان يهدي نفسه بس. معلم مش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. تخيلوا ان انا ممكن اهدي مصر ب 2 مليار جنيه، ادي باكيتة. الله، يعني سايب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ وعشرين جنيه وشريط رمضول لمئة ألف. فهو ينطقها بعد نديم المخلص عباس كامل ليصبح أول زعيم وتابعه والترمدول ثالثهما. خلينا نحط النقط جنب بعضها. عباس كامل المتحكم الحقيقي في المخابرات المصرية هو محمود السيسي. والله بتقول لا يمكن ربنا يمكن الأشرار أبدا. عباس كامل كان سكرتير السيسي في المخابرات الحربية وسكرتيره في وزير دفاع وسكرتيره وهو رئيس جمهورية، وبعد كده بقى مخابرات وسكرتيره لأنه هو رئيس المخابرات كان اللي مدورها برضو محمود السيسي. عندما ذكر السيسي الترامادول والقصة العجيبة المريبة أصيب الجميع من الحضور بالارتباك والقلق. يا أخي ده المنهج كذب، المنهج في كذب، يعني الكذب منهج. الأصنام من الحضور أصيبوا بالقلق الشديد، كيف نتفاعل مع مثل هذه هرطقات؟ أدي باكيتة وعشرين جنيه وشريط رمضول لمئة ألف. ومن يعطي التعليمات بالتصفيق هنك نسقف ولا نلطم، ومن ثم أعطى الأمر مترددا فلنصفق، فجاء التصفيق مضطربا متلعثما يشتكي إلى الله قهر الرجال. أنزلهم كم أسبوع كامل؟ 10 أسابيع. بكم؟ بمليار جنيه. بكم؟ طب لو نديتهم 100 جنيه بس، أنزل مليون كل أسبوع لمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 100 مليون ولا 105 مليون بمليار جنيه. دي سنة الانقلابات، عملها نابليون، عملها ستالين، عملها عبد الناصر، والزمن بيفضل يلف ويعلمنا نفس الدرس. يطلع النائحة المستأجرة ابن أبيه محمد ناصر بن حسين، سقطت آخر حبة في عنقود الوساخة. يطلع يقول هذا الكلام التافه، يقول لك إيه وطن ويعني إيه وطن ويعني إيه كذا ويعني كذا هكذا، وما تخفي صدور أكبر. شغل يا ابني، مش لاقي لفظ تاني. سقطت آخر حبة في عنقود الانقلاب، الآن لم يصبح إلا السيسي فقط. هذه واحد رخيص اسمه محمد ناصر لا يعرف ضوء ديني ولا ضوء وطني. يا عم دمك تقيل، ولا صلاة ولا زكاة ولا يعني حسب الله ونعم الوكيل. دم أمك تقيل، مش أنت لوحدك.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق ضد السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. The senator and his wife accepted hundreds of thousands of dollars of bribes in exchange for Senator Menendez using his power and influence to protect and to enrich those businessmen and to benefit the government of Egypt. بتهمة تتعلق أو بتهمة تتعلق بتقديم خدمات للحكومة المصرية بنقل معلومات تتعلق بالمعونة عن طريق رجال أعمال مرتبطين بها من بينهم رجل أعمال مصري أمريكي. كنت اتكلمت على كذا حاجة كده كان ليها علاقة بعميد كان مش هو يعني كان واخد كده عميد بقيقي بس هو كان ضابط مخابرات موجود في نيويورك وكان دراع يمين محمود السيسي. محمود بيشتغل في المخابرات العامة. طبعا عصام نعمان هو اللي هيمسك مطرح محمد نعمان. مصطفى بيشتغل في الرقابة الإدارية. هيئة الرقابة الإدارية بوجه لهم تحية. بنتكلم من أسبوعين كده ولا حاجة قضايا الفساد. يوم الحد بعدها بيومين كلمت المباحث الفيدرالية وقلت لها اللي عندي. اللي عندي ده كان ان بدر هو حلقة الوصل بين محمود السيسي مباشرة لانه صديق لي ما بين محمود السيسي مباشرة ووائل حنة اللي قاعد يتملق ويتقرب لظباط المخابرات المصريين اللي كانوا موجودين في نيويورك علشان يبع لهم فكرة اللحمة الحلال. لحد ما بدر جاب الموافقة مباشرة من محمود السيسي وقالوا له اشتغل وبعد كده بدر حصلت له المشاكل واتشاط وراح على هناك. عشان لما حد يقول لي يعني عايزين نعالج الفساد ما احنا انا معاكم فيه صحيح. الكلام اللي حقوله غريب قوي. ده هم يومين على وش الدنيا. هم يومين كلنا هنقعدهم على وش الدنيا وهنمشي. اللي جمعته ان جمعته بالحلال نفعك. وان جمعته بحاجة تانية هيبقى نار عليك لو كنت بتؤمن ان في حساب. والله يا فضيلة الامام. اخي والله العظيم اخلاقك العالية دي احرجت ميتين اهلي وخليت هعيط. عشان السيسي يعرف يهادي سبائك الذهب ويبعتها مع العميل بتاعه الملاك عباس كامل للسيناتور الامريكي بوب. Some of the cash was stuffed in the senator's jacket pockets. Some of the cash, some of the envelopes of cash contained Davies' fingerprints or Davies' DNA. That's not all. Agents also discovered a lot of gold. Gold that was provided by Davies and Hannah. كان في وثائق وصور جديدة خرجت في المحكمة والمرافعة. صور جديدة ظهر فيها عباس كامل مع السيناتور الأمريكي وزوجته نادين بحضور وائل حنة. دي استخدمت في المحكمة. المسؤولين المصريين ده سامح شكري ده عباس دي وقفة عباس دي مع ميندنس وهم حاطين عليهم تغطية لكن كل حاجة اتقالت في المحكمة. عباس يا كامل لبستك الجلابية لبسناك الجلابية مالكش قيمة زي اللي جابك وزي اللي جابك مالكوش أي قيمة والناس مش لاقية تاكل وليت كل ده بعد سبائك الذهب دي طمرت. انما السناتور بوب في محاكمته النهارده تبرأ من السيسي وقال لي جميل. اذا كنت انا ما بقبلش ناخد لحد جنيه يبقى هسمح لحد ياخد جنيه ازاي يعني؟ اذا كنت بتؤمن ان في حساب وان الكون ده ليه صاحب وجابنا وبنختبرنا اذا كنت بتؤمن بكده. عندما يضطر الى التحدث عن الكرسي يذهب به جبنه ووضاعته الى اشرس الجمل. اللي هيفكر يقرب من الكرسي ده هتشيله من على وش الارض. انا لو اقدر امنع الفاسد انه يتولى امركم كنت منعته. اللي يفكر يزحزحني عن عرشي هقلبها ضلمه ومش هتكلفني حاجه. ترمى دول وهو في المخازن وشويه فكه في المطبعه. اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني. انا شكلي بقى باين عليا لازم اضرب السايب عشان يخاف المربوط. اذا كنت بقول كلام غلط صلح لي. مفيش حاجه اسمها كده يا معلم. اسمها اضرب المربوط يخاف ازاي يا حبيبي؟ ما هو هيتوقع كده. هو مربوط هو نفسه هيتوقع ان انا هضربه. ان الله لا يصلح عمل المفسدين واحنا ان شاء الله مفسدين. شكرا جزيلا. الف مبروك.